في قلبنا يا مؤمن وفي اذهاننا على طول وفي اذهان كل جماهير الكره المصريه. نجم كبير فرحنا كلنا كتير في جنبك، وان شاء الله باذن الله ترجع لنا بالف سلامه. وفي الحقيقه لازم نشكر الفنان الكبير احمد عز بعد اللفته الطيبه المميزه اللي شفناها مع حضراتكم من خلال الفيديو ده، لفته اكثر من رائعه، لفته انسانيه ضروريه من الجانب المعنوي تحديدا بخصوص اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي اللي منتظرينه بفارغ الصبر، وهنفضل منتظرينه لحد ما يرجع باذن الله. في خلال كلامي مع حضراتكم قبل الفيديو ده، انا تواصلت او تواصل معايا حد من خلال الواتساب دلوقتي على الموبايل من خلال وزاره الشباب والرياضه، واكدوا ليا دلوقتي في اللحظات دي ان خلاص بكره الصبح هيتم صرف المستحقات او مش مستحقات مبلغ من وزاره الشباب والرياضه لمؤمن بكره الصبح على طول. ده قرار الوزير، يعني ما فيش بقى نستني وقت او ايام او كلام من ده، لا، القرار بشكل رسمي حالا حالا هيتم بكره باذن الله الصبح بدري صرف المبلغ اللي تم تحديده من قبل وزارة الشباب والرياضة لصالح مؤمن زكريا كجزء في المساهمة في علاج اللاعب وللوقوف بجانب اللاعب، وده أمر غاية في الأهمية. فإن شاء الله مؤمن نتمنى له الشفاء العاجل، وهنفضل متابعينه زي ما احنا كنا متابعينه. وبالمناسبة أنا رحت زرت اللاعب يعني في من كام من شهرين ثلاثة على ما أتذكر، وحالته يعني إن شاء الله بإذن الله هتكون في تحسن، ممكن مش ده مؤمن اللي احنا كنا بنشوفه، بس إن شاء الله بإذن الله هيرجع أحسن من الأول. وإن شاء الله بإذن الله بطمن حضراتكم عليه، وكنت لسه كمان متواصل معاه قبل الهوا، والأمور إن شاء الله هتكون كويسة للمؤمن خلال الفترة الجاية. واللي مش واللي لازم أكد عليه وما نخفلوش إطلاقا إطلاقا دور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة الجاية، أو خلاص هو تم حسمه بشكل نهائي من شوية من قبل الوزير بصرف العقد كامل لمؤمن زكريا، وده دايما دور النادي الاهلي في الوقوف جنب ابنائه المخلصين زي ما حضراتكم دايما اتعودتوا من قبل النادي الاهلي. ده بخصوص مؤمن زكريا، وهنفضل متابعين الجزئيه دي.